انت شنو الملاحظات الانطباعات اللي حصلت عندك وانت اذا تتابعين وتراقبين هاي العوائل الفقيره، شنو الصور اللي بقت بداخلك؟ بصراحه صور مؤلمه جدا. نعم، عوائل يعني معدمه حتى بالظروف الاعتياديه بدون موضوع الوباء وكورونا وغيره. نعم، عوائل حيل تعبانه ماديا يعني ومعنويا. أنا أستغرب، أنا أقول المسؤول لازم يكون راعي لرعيته ويحميها أمام الله يعني وأمام ضميره. عوائل معدمة بحيث محرومة من لقمة العيش الكريم. ولذلك والله يا أخت منى، اليوم أنا كان المفروض سعادة محافظ بغداد يكون وياي، ردنا نسولف على ضيم هاي الناس القاعدة بالعشوائيات، هاي الناس الفقيرة اللي ما لاقية تاكل، لكن يبدو إحنا والشعب ما عدنا حظ، لانه يعني سعاده المحافظ بهاي الحلقه الان بالاجتماع وفي قبل حلقتين ايضا كان بالاجتماع وما ندري احنا نسولف ويا من يا اخت منى. هسه حرت والله زماني يا صحبتي. كان المفروض بهاي الازمه يظهرون يصححون من مسار الاخطاء اللي ارتكبوها بحق هذا الشعب المظلوم، بصراحه كان هاي فرصه يصححون بيها. لا تخلو المساله من ناس خيرين منهم، يعني اكيد احنا ما نعمم، اكيد اكو البعض منهم يعني يتقي رب العالمين بشعبه، لكن اكو تقصير كبير اللي لاحظته. اكو عوائل شغلوا لي الفيديويه الحديث شباب، شغلوا الفيديو لقمه يعني مثل ما يقولون، شغلوا لي الفيديو هذا اللي هو الان شلون تتم انه الناس الان الخيره مواطنين يعني مواطنين يجمعون فلوس بياناتهم ويروحون على قياده عمليات بغداد ويدق. شوفوا هاي المناطق، هذه الان انا ما اعرف سيده منى يمكن هاي المنطقه ايش اسمها إذا أنت منطقة العبيدي والمعامل هذه. ها طبعا احنا تقريبا غطينا بغداد اكثرها يعني الحمد لله والشكر، حتى للطارمية وصلنا اي بمساعدة قيادة عمليات بغداد مقصرة، وصلونا يعني بكل امانة الحمد لله، ولقينا ناس هناك ونعم الناس يعني استقبلونا استقبال رغم الحالة التعبانة اللي عايشيها، بس وجوههم مبتسمة كانت بوجوهنا يعني ورحبوا بينا اجمل ترحيب. ايضا نسقنا من خلال اشخاص هناك يعني وما قصروا الحمد لله، وصلنا ووزعنا لهم وممتنين، بالعكس احنا الممتنين لهم. احنا انا ايضا اشكر السيده منى، لكن يا حكومه يا كرام، هذا الفيديو اللي الان انعرض في زمنكم الرائع والكبير، في زمنكم ايها الرعاة، في زمنكم أيها السادة الكرام، العراقيين قامت تحل عليهم الصدقة علاليق ونفتر على الفقر ندقدق عليهم بوب ونقول لهاك، والناس منين تجيب هاي اللي تقدر عليها، وانتوا لا تطلعون ولا تمشون ولا تجاوبون ولا تتفاعلون. هذا العراقي الآن تدق عليه الباب يصدق عليه الخيرين بكياس نايلون ببطل زيت بكيلو شكر بكيلو شاي، هسه تصدق على العراقي؟ هذا الزمن شو راح تقولون لله؟ تقدرون تقابلون شعبكم وترحون له؟ تقدرون ترحون للعماري؟ تقدرون ترحون لحي التنك؟ ترحون بشو تقولوا لهم؟ تقول لهم احنا اسفين؟ تقول لهم الموازنات السابقه انباقت؟ تقول لهم الموازنه الحاليه ما اقرت حتى تنباق؟ تقول لهم اسفين ده ندور لكم على رئيس يحكم سنه؟ شو تقولوا لهم؟ عيد لي هذا الفيديو عمر، عيد له هذا، عيدوا له هذا الفيديو، عيدوه حتى الناس والسادة الكرام المسؤولين الله يحفظهم ويطول عمارهم شوفوا هاي المناطق اللي هاي الناس الخيرة ماخذت لها علاليق وتشياس نايلون يدقدقون عليهم البوب دا يطوهم صدقات، ولو بين العراقي والعراقي ماكو صدقة، لأن الأشراف اللي يتمشون هسه واللي راحوا، يمكن أكو بعض صور يا ولد عمر اللي راحوا وراحوا لأهلهم واستقبلوهم اهلهم، بس اعتقد انتم ما حد راح يستقبلكم، ما حد راح يستقبلكم، وزحمه عيب.
عيب العراقي ينذل بهذا التاريخ الأكبر، بهذا التاريخ الأسود. نتوسل بالخيرين حتى يودوا لهم للفقرة، وانت لا تقدر تطلع ولا تقدر تمشي لأنه تخاف من الناس، واللي يخاف من شعبه ما يحكم، واللي يخاف هو المذنب اللي ما يقدر خليه يقعد يسوي شاي ويغسل الماعين يمرته بهذا الحظر، ويتعلم شلون تنمسح القاع. والحكم والقيادة تخلوها لالة، تخلوها الزلمة، تخلوها للأشراف. وأنا هذا خطابي مو بالتعميم، هذا خطابي للجبناء الذين لا يستطيعون أن يواجهوا شعبهم في هذا المحنة، إلا الذين لم يخرجوا ليلا وسرا يعطون للشعب الباقوه خبزه.